نبتدي الأول بحاجة بيسك وبعد كده نحاول نعقد الموضوع شوية. ازيكم يا جماعة، حلقة جديدة. هنتكلم النهاردة على البيز لاين. البيز ده ممكن ياخد حلقات كتير قوي عقبال ما نشرحه، بس انا بحاول في البلاي ليست دي او السلسلة دي ان انا اشرح البيسكس على قد ما اقدر، الحاجات اللي يعني اللي تخليك تبتدي تشتغل على طول. وبعد كده ممكن طبعا في بلاي ليست تانية قدام ليتر يعني هنتكلم بقى، لان كل مشكلة البيز ان هو كل نوع موسيقى عايز بيز مختلف خالص عن التاني. مش هنقدر نشرح ده كله في البلاي ليست ده، بس اشرح لكم الكونسبتس الكومن، الحاجات البيسكس خالص يعني بتاعت البيز لاين. واحب افكركم برضو ان دي يعني حلقه من ضمن حلقات كتيره قوي في البلاي ليست اللي انا عاملها اللي هي فروم زيرو تو هيرو. دي معموله للمبتدئين، يا ريت تتفرج عليها من اولها. احنا بنشرح من اول ما اخترع الاوديو خالص لحد الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. يعني تعالوا بقى نتكلم عن البيز لاين. بقى البيز لاين تعالوا نتكلم هو ايه فكرته، او ليه يبقى فيه بيز لاين اصلا. نرجع بقى خالص للكلاسيك ميوزك. اول ما اكتشفوا موضوع الكوردز ده، اكتشفوا فكرة الترايدز اللي هو في الأول اكتشفوا الأولى والرابعة ولقوا ان صوتهم حلو جدا مع بعض فابتدوا يلعبوهم دايما مع بعض. بعد كده اكتشفوا الخمسة اللي هي الدوميننت، وبعد كده اكتشفوا التالتة. من هنا جت كلمة ترايد اللي هو ثلاثي، كورد ثلاثي معناها ان في ثلاث نوات بينزلوا مع بعض بيبقوا جوه سكيل معين سواء ماينر او ميجر، ده بيفرق في دايما في النوتة الثالثة. فمن هنا جت الفكرة الكورد ترايد. واتكلمنا في الكوردز كتير يعني في الاول. فببساطة البيز ده اللي هو الروت نوت، او اللي هو ساعات بنسميه التونيك. الروت نوت ده اللي هو مثلا ان كيس في السكيل اللي هو سي ميجر، سي ميجر ده التونيك بتاعنا او الروت بتاعتنا هي نوتة سي. نوتة سي هي اللي بتستابلش او بتعرفنا ان احنا واقفين على سي ميجر كورد مش كورد ثاني، لان في كوردز ثانيه كتير نوتين من الثلاثه اللي هما احنا بنتكلم في الكيس دي في الترايدز بتبقى مشتركه ما بينها وما بين كورد تاني، عندهم في نوتين دايما بيبقى كومن ما بينهم، واختلاف بتبقى دايما في نوتة واحدة. زي مثلا السي ميجر، سي ميجر ده سي اي جي، الاي ماينور اي سي اي، اللي بيختلف هنا الروت نوت. عشان نعرف ان ده اي ماينور ولا لا فاحنا بنلعب نوتة الاي، وفي الكيس بتاعت السي ميجر احنا بنلعب نوتة السي. فهو ده اللي بيخلينا نفهم ان ده كورد سي او كورد اي، هو الروت نوت. الروت نوت لما بتتلعب في ريجستر قليل او الريجستر واطي بتبتدي تعزز فكرة ان احنا فعلا في الكورد الفلاني، وبنفهم ان احنا في اللحن دلوقتي احنا ماسكين الكورد السي، وساعتها بقى ممكن ننتقل لكورد تاني وهكذا. فدايما كل ما كانت الروت نوت كل ما كانت تحت كل ما كانت بتستبلش كورد اللي احنا بنلعبه او بتأكد عليه يعني. فطبيعي بيبقى ان البيز نوت نفسها بتبقى جاية من تحت، جاية من ريجستر من طبقة قليلة مش طبقة عالية، وهنشوف دلوقتي ده الكلام ده كله مع بعض. في بقى فوائد تانية لموضوع البيز ده، ان هو بيملى الرينج اللي تحت ده. الموسيقى المتكاملة هي اللي بتبقى موسيقى بيبقى فيها يعني معظم الفريكوانسي سبيكتروم السمعي بتاع اللي ريليت للبني آدم، اللي هو من 20 لـ 20,000 بيبقوا معظمهم مليانين، معظمهم يعني كلهم فيهم معلومات فيهم انفورميشن. فانت لو لعبت الموسيقى كلها، لو انت قاعد بتلعب مثلا جيتار وقاعد بتغني، المزيكا جميله كل حاجه بس هي معظمها في الميد رينج والابر ميد رينج، معظمها في النص، بتيجي شويه في الحته الهايز دي يعني بيبقى برضو بيبقى فيها شويه هايز يعني مش كتيره بس فيها نسبه محترمه مش مشكله. لكن السوبر هايز خالص الاصوات الحاده جدا او الرفيعه جدا ما تبقاش موجوده، والاصوات الغليظه جدا ما تبقاش موجوده، فبنحس ان الموسيقى دي مش مكتمله او نحس ان هي ناقصه حاجه. ناقصها ايه؟ ناقصها ان بقيه الريجسترز يبقى فيها معلومات. فهي البيز برضو بيضيف للموضوع ده جدا. واحسن حاجه تعملها في البيز ان انت تلعب الروت نوتس او تلعب اراوند الروت نوتس، وهنشوف الكلام ده هنطبقه عملي دلوقتي. لو جبنا بيانو رول كده ولعبنا سي، نسمع كده، جبنا هنا سي وبعد كده جبنا اي وبعد كده لعبنا جي، كده احنا معانا سي ميجر كورد ترايد، سهل جدا. كده معانا نوتة سي مفيش مشاكل خالص. لو خدنا السي دي وكررناها من اوكتف تحت، يعني مثلا دي سي 3 لعبنا سي 2، هو نفس الكورد بالظبط، ما فيش اي حاجه اختلفت غير ان السي دي اتكررت، الروت نوت دي اتكررت. فلما اتكررت من تحت خلت الصوره مكتمله اكتر او غنيه اكتر. ممكن العبها كمان من سي 1، نديها بقى يعني نقرب بقى للرينج بتاع البيز اللي بجد. وهنتكلم دلوقتي ليه الرينج اللي البيز اللي بجد يعني بيبقى تحت كده خالص، كده نحس ان الموضوع احسن كتير. ما يمنعش ان يبقى في سي 2 برضو معانا، ما يمنعش يعني كل ما في تكرارات ما فيش مشكله خالص ان يبقى في تكرار هنا. بس ده هو هنا بيقول ده انا البيز اللي موجود هنا، البيز هنا خلاص يعني انشغل خلاص. فيرسز لو عملنا كده احنا ما ضفناش اي معلومه زياده، كل اللي احنا عملناه ان احنا عززنا النوت الروت دي
اللي هي بتقول لنا احنا فعلا في الكورد اللي هو سي. فدور البيزست او دور البيز لاين سواء في الاوركسترا البيز لاين بتتلعب بالكونتر باس او الدبل بيس، ممكن تتلعب بالتشيلو، ممكن تتلعب بالترومبون، ممكن تتلعب بالتوبا، بالكونترا باسون، باسون بيس كلارينيت. في الات كتير قوي في الاوركسترا هي المسؤوله عن البيس. في المودرن ميوزك بتبقى ممكن يبقى البيس ده جاي من اي سنتسايزر، ممكن يبقى طبعا جاي من بيس جيتار وهكذا. دور ان هو يلعب الروت نوت او حوالين الروت نوت زي ما هنشوف دلوقتي. بس دي البيسك كونسبت خالص بتاعت البيس، ان انت لو مش عارف تعمل اي بيز لاين خالص في اي شقاوه يعني، كل اللي انت ممكن تعمله ان انت لو عندك مثلا سي، تعال نشوف كده، ممكن بعد كده سي دي نروح مثلا لاي ماينور مثلا واتيفر، فلو جبنا هنا السي دي جبنا هنا السي كده، بقى معانا السي هنا في البيس، وبعد كده معانا الاي ماينور، حطينا الاي في البيس، بسيط جدا، كل ده سهل جدا. بعد كده معانا الدي ميجر، نعمل نفس القصه برضو. هنا بقى معانا كورد بي ماينور 7، فهنحط الروت بتاعها بي برضو، هنحط البي تحت. كده انت عملت بيز لاين خلاص كده، لو عملتش غير كده محدش هيقول لك حاجه خالص، كده عملت بيز لاين محترم جدا مفيهوش اي مشكله، تمشيت مع الكوردز، شفت الروت فين، تلعبهم تحت في حته غليظه هنتكلم في ده دلوقتي بعدين، وخلاص كده شكرا. بس طبعا الدنيا مش سهله كده، بس كل نوع موسيقى بيبقى ليه طريقه معينه في لعب البيس علشان يخلي البيس اليمنت مهم جدا زي الدرمز، انا شايفه من اهم الحاجات اللي في التوزيع كلها. انا شايف ان دايما الدرمز والبيس هم اهم حاجتين في التوزيع، بالذات في البوب برودكشن او اي مودرن برودكشن او اي الكترونيك بروجرامنج يعني هتقابلوها، هيبقى دايما البيت والبيس هم اللي بيحددوا جمال التوزيع كله. فالبيس لاين ده من الحاجات الاساسيه جدا. طبعا هنشوف بقى ازاي نخلي البيس ده يبقى كويس، بس تعال ناخد الاكزامبل البيسك ده خالص ونشوف ازاي يعني، لو حاولنا ترجمنا بقى، لو جبنا مثلا صوت بيز ولعبنا بيز نشوف هيحصل ايه. جبت بلجن هنا اسمه مودو، مودو ده بلجن مشهور قوي بيلعب بيز، مش معنى كده ان انت دايما تستخدم مودو ولا حاجه، بس هو مودو ده بيقلد صوت البيز اللي بجد اللي هو صوت البيز جيتار. فنحاول بقى ايه نشوف نعمل بيسك باترن كده، وبعد كده نشوف ازاي نعمل بيز صوته لذيذ. تعال نشوف كده الحكايه هنا. لو جبنا الصوت ده اكشن، نعمل كوبي للفايل كله ونمسح الحته بتاعه الكوردز. هنلاحظ هنا ان السي دي ما اتلعبتش خالص، لان السي دي تحت الرينج خالص بتاعت الجيتار. لازم تعرف برضو ان الجيتار البيس اخر نوت عنده خالص هي اي، البيس جيتار اخر نوت عنده اللي هي دي، مفيش تحت كده على الاقل في البيس التراديشنال خالص يعني. فدي لازم نطلع بيها اوكتيف، دي ممكن نسيبها في حالها كده، دي طبعا لازم تطلع ودي برضو لازم تطلع، لان كل دول بقوا تحت الاي في الحاله دي. دلوقتي كلهم بقوا فوق الاي اللي هي الاي 1 خالص، اللي هي دي اغلظ نوته خالص في البيس. تعال نسمع كده، تعال نسمع بالكوردز. جميل جدا. انت كده لو عملت بيز زي ده مفيش مشكله، انت كده خلاص يعني عملت اللي عليك، انت كده عملت بيز لاين كويس. بس طبعا عملت بيز لاين على الورق لكن انت ايه اللي يخلي البيز لاين ده ايه اللي يخلي يعني كول ولا لا، ان انت تفهم بقى ازاي البيز بيتلعب عموما او بيتكتب. اول حاجه المفروض تعملها اولا انت لازم تسمع كتير جدا كل انواع الموسيقى اللي انت نفسك تعملها، وتركز جدا مع البيز لاين ده بيتكتب ازاي وبيتلعب ازاي. البيز خلي بالكوا برده بيأد للريذم، البيز آلة بيركاسيف في نفس الوقت يعني، آلة بتأد للريذم زي بالذات لو هي آلة بجد بتتسجل مش كيبورد او كده. ممكن طبعا الكيبورد يقلده، احنا ممكن نقلد كل ده بالسوفت وير مش مشكله، بس الالات اللي بجد بيبقى فيها البيك اب بيبقى ليه صوت، بيبقى ليه صوت بيركاسيف. في طبعا تكنيكس زي سلاب جيتار، بيبقى السلاب جيتار ده بيبقى اولموست عامل شبه الدرمز، قاعي جدا يعني اقصد، فده بيأد جدا للريذم. فهو البيز بيكمل جدا الدرمز، وهو اقرب حاجه للدرمز هو البيز، فهو بيكمل جدا الدرمز. وانت ممكن تعمل اغنيه يبقى فيها بيز لاين عالمي وما تحتاجش تحط اي حاجه ثاني غير الدرمز اللي وراها، الأغنية دي تخلص يعني. مثلا أغنية بيلي جين مثلا مايكل جاكسون فيها بيز لاين ايكونيك جدا، فده يعني ده ممكن يبقى من أشهر الأغاني اللي في الدنيا عبارة عن درمز وبيس وخلاص على كده. الباقي كله طبعا حلو جدا وكل حاجة إضافات رهيبة جميلة جدا، بس الثيم كله أو التقل كله جاي منين؟ جاي من درمز وبيس. تعال بقى نشوف إزاي نعمل بيز كويس. أولا تعال نفولو اللوب الدرمز دي مثلا فور إكزامبل، تعال نحط بقى الكوردز بتاعتنا كده بشكل ظريف. ده
ده بيسك كوردز خالص، ولا هي يعني ولا هي بيسك قوي يعني، ولا هي بتتلعب كمبيوتر لايك يعني، ولا هي برضو زحمة وبتلغي كتير، وده يعتبر مناسب جدا. تعال نكونتايز بسرعة كده لو احتاجنا يعني الكوردز. نقرب دي شوية. حلو جدا. تعال بقى نحط بيز. تعال اول نعمل بيز بيسك خالص. تعال نعمل بيز اللي هو اللي انا لسه مألفه بالظبط، هنعمله هو هو بالظبط. تعال نشوف ممكن نعمل ايه تاني نخلي البيز ده روش جدا. نبتدي الاول بالبيسك خالص اللي هو هنفولو الروت نوت خالص. تعال نسمع كده. تعال نشوف ده الاي، عشان في فرق كبير قوي ما بين السي هنا والاي هنا، فاحنا ممكن نرجع في كلامنا نخليها الاي اللي فوق خالص، which is fine. ده ستيل بيز، هنشوف ايه اللي صوته احسن ونسيبه يعني. تعال نكون طايز سريع كده. كل ده جميل جدا، بس احنا ممكن نعمل شغل احسن. ايه بقى الشغل الاحسن ده اللي احنا ممكن نعمله؟ هنشوف دلوقتي. عاده البيز ما بيحبش يرغي كتير قوي الا في حالات معينه، ان هو يبدا يفل سبيسز ما فيهاش انفورميشن قوي. معنى كده ان اي سبيس لازم يفلها؟ لا طبعا. لو عمل فل اي سبيس الجروف باظ. اللي بيحدد الجروف ده حلو ولا حاجه الابسنس اوف انفورميشن، يعني لازم يبقى في انفورميشن بتروح وتيجي بتروح وتيجي. الراجل في النص ده اللي بيحسسنا بالريدم وبيحسسنا بقوته وبيحسسنا بالرقصه بتاعه ال 1 اند 2 1 2 1 2، دي بتيجي بسبب ان يبقى دايما في فراغ. فمعنى كده ان البيز ممكن يلعب في الفراغات دي بس مش كتير قوي. يلعب قد ايه؟ دي بقى فعلا اب تو يو جدا. دي بتاخد بقى ترايل اند ايرور وبتاخد خبره بقى كتيره، ان انت امتى تعرف تلعب امتى ما تلعبش. بس عاده البيز بيحب جدا حاجه اسمها ليدنج نوتس، اللي هو النوتس اللي بتليد لنوتس تانية، وهنشوف دلوقتي ده الموضوع ده دلوقتي. وبرده بيحب ان يبقى فيه يعني ان انت تبتدي تلعب في الترانزيشنز. ترانزيشنز معناها ان اللوب دي مثلا بتخلص في حوالي 4 بارات، مش حوالي، هم 4 بارات. فمثلا ادي اول بار، تاني بار، تالت بار اهو. من هنا لما بنعمل بنلعب النوتل تا دي، وبعد كده بنرجع تاني نفس الحكايه بالظبط، كل ده تكرار. لما نيجي عند البار الرابع محتاجين نعمل هنا زي ترانزيشن موسيقي بالبيز، بحيث ان هو يودينا يحسسنا باختلاف، يودينا عشان نتوقع ان احنا متوقعين كده كده ان نفس الكوردات دي جايه هي هي بالظبط، هيبقى في اي اختلاف عشان نزود انترست ما يبقاش الموضوع بورينج. فتعال نشوف ازاي ممكن نعمل الحكايه دي. انا هبتدي العب، هبتدي اكرر الحكايه دي، هكررها كذا مره، وهبتدي العب براحتي بقى خالص. دي الحاجه اللي انا بعملها. طبعا لو انت مش كومفورتبل في اللعب مش لازم تلعب الكلام ده كله، ممكن تكتبه مفيش مشكله، بس انا اسهل لي ان انا بحب اطلع دايما افكار انا بلعب، بعد كده بخش اديت براحتي يعني مفيش مشكله. تعال نشوف احنا ممكن نعمل ايه. تعال نكبر دي خالص وتعالوا نشوف ممكن نعمل ايه. نبتدي الاول بحاجه بيسك وبعد كده نحاول نعقد الموضوع شويه ونشوف اللي انا عقدته ده. طبعا هنرمي منه كتير بس يعني هناخد منه حاجات برضو تخلي الموضوع ظريف. طبعا يعني في حاجات كتير طبعا طلعت غلط، بس انا بحاول احيش حياتي بطلع افكار كده. تعال نشوف ايه اللي بقى ينفع وايه اللي ما ينفعش، بعد كده ممكن نسجل تاني نشوف ابروتش تاني خالص. هنعمل ده كوانتايز 100% بس هنشيل الان نوت، مش هنكوانتايز النهايات خالص، هنكوانتايز البدايات. كان نشوف ايه الحكايه. تعال مثلا نشوف اول حاجه عايزين نعملها، احنا عايزين نختار باترن ثابته وبعد كده نحاول
نعمل الفاريشن تيجي بعدين، بس نختار اول حاجه باترن ثابته وبسيطه جدا على قد ما نقدر. فاحنا مثلا ممكن نبتدي بدي، دي مبدئيا انا هطولها شويه كده. طب اكل ايه بطولها كده شويه؟ يبقى انت ممكن بالذات في الـ في الـ في السامبلرز اللي بتقلد الجيتارز بيبقى ساعات بيبقى لما انت تعلي يعني تخلي النوته سايحه اللي بعديها كده بتعمل صوت لجاتو. يعني اسمعكوا كده، يعني الصوت نفسه اكن الجيتارست بيسويب صوابعه للنوته اللي بعديها somehow. يعني ساعات ما بتنفع ساعات ما ينفعش، لان ساعات النوته اللي بعديها بتبقى اصلا عطر تاني فينفعش فيه سويب. فهو طبعا برضو البرنامج ذكي ما بيعملش كده، بس لو عملتها كده هو بيحصل زي سبيس كده بيقعد للجروف ساعات لو ده صوت انت عايزه. يعني اللي جاته واللي استكاتوا الاثنين بنستخدمه بالذات في الايميليشن بتاع البيز اللي بجد. بس عاده الجيتارست البيزس ده علشان ينقل من صباع لصباع بياخد ملي سكند كده يعني، فهو احنا ممكن نقلد ده برضو ان احنا نخلي شويه بس كده براحه عقبال ما يحاول ينقل صباعه. طبعا مفيش هنا صباع ولا حاجه، بس هنا هو الجيتار ده بيقلد السوفت وير ده بيقلد الجيتارست، فاحنا كمان بنقلد الجيتارست. ايه المشكله يعني؟ كل ما بتحاول تخلي الموضوع از ريالستيك اس بوسيبل كل ما المزيكا اتصدقت اكتر، كل ما بيت بروديوسر كويس. بس انا غلطت هنا فانا هنزل هنا عند السي تاني. تعال نسمع الحتة دي بتقول ايه. فانا مثلا الباترن دي اعتبرها باترن ظريفه مش وحشه فيها حاجات حلوه، فانا هعلمهم كده بس ان انا اوريدي الباترن دي عجباني فهعمل كده. اخد دي كده مثلا لونها اي لون كده، اخش على بعدها اشوف ايه حكايتها. هنلغي بقى ده كله، هنلعبه تاني، ده ستايل تاني خالص في اللعب، ونبتدي نحاول نبرفكته شوية. فأنا برضو الباترن دي كويسة فهشوف. هنصلحها طبعا كده، بس ايه نعتمدها بس مبدئيا كده. وما تخافش انت تلعب نوت غلط وبايظه وكل حاجه، المهم الفيل اللي جالك في الاخر، الاحساس اللي جالك في الاخر حلو ولا لا. النوت تتصلح مش مشكله، يعني انا احس ان لعب نوت غلط وكل حاجه بس الفيلينج كويس، فممكن نلعبه تاني ونعدله يعني. فانا ده انا دلوقتي ده همسح وهنلعبه تاني، وممكن اسيب بس الترانزيشنز انا لسه قايل لكم عليهم اسيبهم كده عشان افتكرهم. دي ما ضافت ليش حاجة، دي شبه في الأول. ده طبعا too much، يعني مثلا كويس ان دي برضو اتقالت. ده يعني مفيش بيزت بيعمل ده كله، مفيش مشكلة يعني. ممكن every now and then تعمل حاجة كده مترقعة، بس بلاش النزلات الكتير والطلعات الكتير دي طالما احنا برضو عندنا مش عجباني شخصيا يعني. فاهم؟ هنا برضه في التكنيك. هنا بقى طبعا ده في لعب بقى طبعا استكاتو. اللعب الرياليستيك اي بيزست او اي ميوزيشن كويس مش هيعلق على حاجه واحده، هو عنده مثلا 10 ديفرنت تكنيكس ممكن يقلب ما بينهم. مره يلعب ليجاتو، مره يلعب استكاتو، مره يلعب ريثميكلي، مره يلعب دوتت نوتس، مره يلعب تريبلتس، مره يلعب ليكس كتيره، مره ما يلعبش حاجه خالص. ما يعني فانت بتحاول تعمل حاجه زي كده، بس لو وسط اغنيه بجد احنا مش عايزين نرغي قوي، فاحنا هنقعد نمسح لحد ما نلاقي حاجه كويسه. هنا طبعا النوت دي مش النوت دي مش صح قوي، بس هي برضو ده في تكنيك برضو ان انت البيزست هو اللي بيبتدي يلعب somehow الميلوديك انفورميشن، وده يعني تكنيك موجود بس نادر لما يبقى جوه اغنيه. يعني ممكن لو هو سولو بيز ساعات بيحصل سولو بيز ممكن دي تتقال، يعني ممكن ده يبقى في اوترو بتاعه، لكن يعني مش محتاجين ده دلوقتي. خلاص هنمسح ده كله، انا مش عايز ده. انا هبتدي اركز في الاثنين اللي معايا دول واعمل منهم باترن ونشوف كده ايه الحكايه.